تنين كتير من منتخب مصر في البطولة دي، ومش عارف تتفقوا معايا ولا لا، في كل مرة سافرنا فيها لمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، ظروف طبعا يمكن بعد 2010 كان في ظروف استثنائية مرت بيها الكرة في مصر كلها، في مرات لم نتأهل أساسا للمشاركة في البطولة، مرات تانية كانت مشاركتنا ضعيفة، يمكن نسختين الأقرب كانوا مع هكتور كوبر ومع كارلس كيروش 21 وما كن وصلنا نجحنا في الوصول النهائي لكن ما وفقناش في تحقيق اللقب. إيه الاختلاف في نسخة السنة دي، نسخة روي فيتوريا، عن النسخ السابقة من منتخب مصر من وجهة نظركم؟ أبدأ مع الشناوي. لو رجعنا من سنين لورا، من 2010 لأول مرة منتخب مصر فعلا زي ما أنت بتقول يكون عنده كم كبير من اللعيبة متألقة بره مصر. يعني أنت بتتكلم أنت عندك 5 لعيبة ماشيين بشكل مميز جدا، سواء تريزيجيه، سواء صلاح، سواء مصطفى محمد، سواء كمان عمر مرموش. طبعا يمكن السيزون ده بالنسبة لهم تقريبا كلهم ما شاء الله توب فورم، وكلهم عندهم مستوى عالي من الفعاليه مع الفرق اللي بيلعبوا معاها. ده حقيقي. وكمان لو رجعت كمان للخطوط الخلفيه بتتكلم على حجازي، صلاح، كمان محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، عمر كمال، محمد هاني، فتوح، محمد حمدي، امام عاشور، زيزو في نص الملعب. منتخب عنده قوام لعيبه تقيله على المستوى التقني كمان، مش بس لعيبه بتلعب بره، لا عندك كمان اللعيبه المحليه اللي بتلعب جوه مصر او بتلعب في الدول العربيه، لعيبه ذو جوده محترمه جدا. لو كمان لو رجعنا للنسخه بتاع 2017 يا احمد، احنا كنا رايحين، احنا ما كناش متوقعين ان احنا ممكن نعدي المجموعات. وكان اغلب المحللين كانت بتتكلم ان منتخب مصر مش هيقدر يعدي دور 16 كمان لو عدى المجموعات. والنسخه اللي فاتت برده ما حدش كان متوقع ان منتخب مصر ممكن يوصل فاينل، تغلبت رابع العالم. ايوه المغرب طبعا. المغرب ده كانت افضل مباراه للمنتخب في البطوله دي. فالحته دي بقى هتاخدنا للجزء المهم في الكلام، ان البطولات المجمعه ما بتعتمدش على قوه تكتيكيه. دايما البطولات المجمعه او مدرب المنتخبات في البطولات المجمعه بيعتمد على تفاصيل تكتيكيه اقل مع تحميس وتحفيز للعيبه اكتر. بمعنى انت كل لاعب توفر له ظروف نفسيه وفنيه جوه الملعب تخليه يطلع افضل حاجه. عشان كده الحته دي كنت بقول ان لازم روي فيتوريا يجد توليفه ان يخلي الخماس المحترفين المتالقين في التوب 5 ليج بره مصر لازم يلعبوا كلهم في الماتش. كانت دي ما كانتش هتيجي غير بطريقه واحده بس، ان انت تلعب ب 4 2 3 1 مش 4 3 3. وخلي بالك عمر مرموش في الدوري الالماني نقطه قوته برده انه بيجي من العمق، فلما بيلعب متطرف قوته بتقل.